السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة في رحلة العالمي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا، معكم إسلام أحمد. النهاردة بنتكلم عن محمد مصطفى المكاوي. هو من أفضل لعيبة الجيل الذهبي وأبرزهم وألمعهم طبعا، لأنه أول لعيب احترف. وطبعا لو أنت أول مرة تشوفه، اللعيب اللي قدامك ده هو خد مستر أولمبيا مركز تاني مرتين. ولو متعرفش ايه مستر أولمبيا، مستر أولمبيا دي أكبر بطولة عالم اللي خدها بطلنا طبعا الجميل البيج رامي. ومحمد مصطفى المكاوي هو ساحر كمال الأجسام. وكلمة ساحر طبعا فضلت أسأل كتير، يعني هو ساحر مشعوذ ولا ساحر اللي هو ملهم اللي هو فورمته عالية أو جامدة؟ يعني طبعا ناس كتير ما تعرفش يعني مين هو ساحر كمال الأجسام، أو يعني إيه ساحر كمال الأجسام. محمد مصطفى المكاوي هو ده، محمد مصطفى المكاوي، وحاليا عمره 68 سنة. هو لعيب مميز. يعني إيه بقى ساحر كمال أجسام؟ عايزين نعرف الحتة دي، لأن أنا سألت فيها كتير وعرفت، فقلت أقول لحضراتكم. ساحر كمال أجسام هو كان اللي يشوفه في الطريق، يعني هو ماشي كده بلبسه كان بيقول عليه شخص عادي خالص. فلما كان بيجي يخش بطولة، وقبل ما يخش كان بيبصوا عليه، كان مثلا ممكن يستبعدوه. أول ما كان بيجي يقف على المسرح كان بيتحول تماما شخص تاني. تشريح وتناسق، وكان أستاذ استعراض كمال أجسام، كان أوضاع محترف، أوضاع محترف من الآخر. وكان صاحب أجمل ابتسامة على المسرح، كان ملهم فعلا ملهم، اللي هو كان بيقنع كل اللي حواليه، كان بيبهر لجنة الحكام وكل المشاركين في البطولة، حتى المتفرجين كانوا بيتفاجئوا محمد مصطفى المكاوي بتشريحه والسيمترية والتناسق والجمال والكمال، يعني كمال الأجسام فعلا حقيقي، مش المناظر الضخمة جدا طبعا، ده احترامي لأي حد ضخم بيتفرج حاليا. آسف. وهو كان إنسان جميل وكان إنسان محترم، بدأ من الصفر، تعب وعانى كتير. طبعا هو أول لعيب عربي ومصري يحترف، وهو كان أفضل واحد على الساحة يعتبر. وطبعا مقدرش يحقق مركز أول في مستر أولمبيا، ولكن حقق مركز أول في بطولات كتير قوي. وطبعا أنا كان فترة جامدة كنت عايز أعمل فيديو ليه هو لوحده، بس النهاردة الحمد لله عملت فيديو ليه لوحده. محمد مصطفى المكاوي هو مصري، عمره 68 سنة تقريبا، وطبعا بدأ من الصفر وعانى وتعب قوي، يعني مش بسهولة، مكانش يعني غني أو معاه فلوس كتير اللي هو يبقى لعيب كمال أجسام ناجح. لا، هو عانى وابتدى من الصفر، وكان زي أي حد بيبتدي اللعبة دي وعنده هدف فيها. طبعا لو انت حابب تسمع قصته او رحلته وكفاحه وبطولاته، اكتب لي تحت في الكومنتات، هعملها ان شاء الله قريب لو انتوا طلبتوها. تعالوا مع بعض نروح نشوف محمد مصطفى المكاوي ونرجع مع بعض تاني.
نرجع مع بعض تاني. طبعا شفتوا الصور، يمكن هتشوف الصور مش هتشوفها في حتة غير هنا بس. ويا ريت رأيكم في الكومنتات، ولو عندكم أي تعليق أو أي حاجة أعدلها يا ريت تكتب لي تحت في الكومنتات، ويا ريت نصاحب بعض كده. ولو أنت عالمي شجع نادي العالمي، وإن شاء الله أشوفكم في حلقة جديدة. ولو أنت أول مرة تشوفني يا ريت تخش تشوف القديم، تزور قناتي وتشوف القديم. ولو عجبك تديني برضو رأيك في الكومنتات ولايكك الجميل لو عجبك الفيديو. وما تنساش تفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، واللي جاي أحسن من اللي فات، وكل مرة بعدل. ويا رب أشوفكم على خير. أنا مبسوط بوجودكم في قناتي، يا رب كمان تكونوا مبسوطين بوجودي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.